مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شنقيط الفضائية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من لقاء خاص. في هذه الحلقة مشاهدينا الأعزاء نستضيف لكم رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي والضابط السابق في القوات المسلحة الموريتانية الخاصة، وكذلك الحاصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة غاستنبرجي السنغالية، وهو أيضا قائد من قادة محور المقاومة والتي تضم إيران وسوريا وحزب الله وأنصار الله في اليمن. إذا مشاهدينا الكرام، ضيفنا الكريم هو الرئيس إسلكو ولربان. الرئيس إسلكو، أهلا وسهلا بك معنا في قناة شنقيط. مرحبا بكم. أهلا وسهلا. إذا نبدأ الرئيس إسلكو بسؤال العادة، وهو من هو إسلكو ولربان، وكذلك ما هي تجربته السياسية الموريتانية؟ شكرا. أنا أشكر قناة شنقيط على إتاحة هذه الفرصة، وكما أشكرها أيضا على اهتمامها ببعض الأمور التي تخص المجتمع الموريتاني وتخص الأمة العربية والإسلامية. هذا مهم للغاية بالنسبة لنا، لأن الكلام الفاضي لا يؤول إلى شيء. نحن باعتبارنا من القيادات السياسية المحلية ومن قيادات محور المقاومة نبين لرأي العام الوطني أن هذه فرصة إن شاء الله سندل بدلونا في الأمور المتعلقة بالوطني والمواطني وبمحور المقاومة وعداء الأمة الإسلامية والعربية. سؤالكم عن إسلكو، إسلكو هو مواطن من هذا البلد، بلاية شنقيط أو الجمهورية الإسلامية الموريتانية. انخرط في صفوف القوات المسلحة سنة 83 ليدافع عن حوزة الترابية والسيادة الوطنية، وكان طبيعي هذا واجب لا بد أن كنا منعدله. ومن ثم استقلنا موجب القرار 106 سنة 1996 لأغراض شخصية، وبعد ذلك قررنا أن ننشئ حزبا سياسيا تحت اسم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، واخترناه أيضا اشتراكيا لأنه ينزل على مستوى المظلومين والمهمشين، ونستمع من خلاله إلى أنات البائسين وتأوهات المحرومين. اخترنا هذا الحزب ليكون إحدى اللبنات الموريتانية التي تخوض السياسة في ربوع الوطن. جميل. إذن هذا هو الرئيس إسلكو كتجربته السياسية. إسلكو ولربان، عندما ندخل قليلا ضمن هذا الموضوع الذي تحدثتم عنه، وهو النزول إلى الشارع وإشراك المواطن الموريتاني، ما رأيكم في وضعية البلد حاليا؟ لا، البلد 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 خطأ مجموعة من الخطوات منذ الاستقلال وحتى اليوم. البلد بدأ بحكم أحادي الجانب سنة 1960 واستمر إلى 1978 حيث الانقلاب الذي وقع على المختار ولدادة رحمه الله، ومن ثم بدأت الأحكام العسكرية تتوالى إلى سنة 1991 حيث الانتخاب على الدستور، دستور 1991 أغشت 1991، ومن ثم بدأت ما يسمى بالتعددية، المجلس النيابي ورئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع المباشر. ونحن اليوم نعترف بأن 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 الآمال معقودة، معقودة، الآفاق واعدة فيما يتعلق بحوار الأغلبية والمعارضة، مما سيخرج البلد من التجاذبات السلبية التي لا تخدم الوطن ولا تخدم المواطن ولا تخدم مستقبل هذا البلد. إذن هذه طبعا، عفوا على المقاطعة، ولكن هذه التجاذبات هي التي أدخلت الدولة في أزمة؟ فعلا هو هناك 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 أجريت بعض الانتخابات، أجريت انتخابات في المرة الماضية في نوفمبر الماضي، أجريت انتخابات نيابية وبلدية، ومع الأسف لم تكن أبدا لتفضي إلى أي نتيجة نزيهة أو نتيجة شفافة. فاللجنة المستقلة للانتخابات مع الأسف كانت تحت المستوى، تحت الصفر، و
كانت شبه تعيينات على مستوى البرلمان. حتى البرلمان الموجود الحالي هو نفسه يعرف أنه ليس برلمان منتخب من الشعب، لأنها كانت انتخابات مزورة بما في الكلمة من معنى. القاصي والداني يعرفون أن الانتخابات النيابية والبلدية لم تكن لتكن انتخاب تسمى بانتخابات، ونحن عبرنا عن ذلك في حينه. كانت هناك 33 حزب سياسي نشرت مجموعة من البيانات وبينت أن الانتخابات كانت مزورة، لأن انتخابات بلا محاضر، انتخابات بلا محاضر للأحزاب المشاركة، وانتخابات يتصل برئيس الحزب ويقال له أنت نائب، وفي المساء يقال له أنت لم تعد نائب. إذن كانت أمور لا تليق بالتجربة الديمقراطية الموريتانية، ولا تليق برئيس الجمهورية الذي هو رئيس الفقراء، والذي هو مد يده للحوار ومد يده للتنمية ومد يده للكثير من الأمور. جماعة ضيقة أرادت أن تلعب بمستقبل البلد وأن تلعب بوحدة البلد، وكان هذا كان من الممكن أن يجر البلد إلى ما لا تحمد عقباه، لأن صوتي ملكي، لكن لا ينبغي أن يكون صوتي ملكك، ولا ينبغي أن يكون صوتي ملك آخر. هذا ما وقع. بدنا يشاهدني الآن على الشاشة، اتصل بي وقال لي أنت أصبحت نايب. وعقب ذلك وقيمت قايس اللجنة المستقلة للانتخابات، وفي المساء قال لي لا كان غلط. إذن لجنة تقول لنفسها، تصف نفسها بالاستقلال، عاجزة عن توفير بعض البيانات والبراهين التي تدل على أني وجدت كذا في هذا المكتب، أو كذا في باسكنو، أو كذا في سيدي بابي، أو كذا في كيفة. هذه ليست بلجنة ولا تجدر بالاحترام، بل ويجب على الأجيال ويجب على الدولة أن تحاسب هؤلاء كي لا يتكرر هذا الأمر. جميل. إذن اللجنة المستقلة للانتخابات أنتم أقحمتموها هنا في لقائنا هذا، ولكن أنا السؤال الذي طرحته هو هل هناك أزمة؟ إذن أنت تريد أن تقول أن اللجنة المستقلة العكس على سبيل المثال، على مستوى رئاسة الجمهورية، على مستوى انتخابات رئاسية، الرئيس انتخب 81%، والمرشحين الذي كانوا مترشحين ضده لم يقدموا ولا طعن واحد. إذن كانت هناك ولا طعن واحد مما يبرهن أن الانتخابات الرئاسية كانت شفافة. وأما الانتخابات البلدية والتشريعية طرحت 83 طعن أمام المجلس الدستوري، لم يستجب إلا لواحد منهم. جميل. إذن اللجنة المستقلة للانتخابات والمجلس الدستوري كلاهما في خندق واحد عبثوا بانتخابات البلد وبنتائج انتخابات البلد وبمصلحة البلد، وكان هذا يمكن أن يجروا عنه شيئا لا نعرف نتائجه. طيب. والحمد لله الذي تجاوزنا هذه المرحلة. إذن تجاوزنا هذه المرحلة، هي المرحلة التي أدت إلى أزمة، وهذه الأزمة لديها آفاق كما قلتم الآن، وهو الحوار السياسي بين الأغلبية والمعارضة. حدثني قليلا عن هذا الحوار الذي من الممكن أن يحدث، لأننا الآن في المراحل التمهيدية لهذا الحوار بين الأغلبية والمعارضة. ما رأيكم أنتم في هذا الحوار؟ أولا بدي أن أنا أشكر وأهني رئيس الجمهورية محمد بن عبد العزيز على شجاعته والتنازلات المختلفة التي قام بها أمام هذا المنتدى. المنتدى موريتاني، والأحزاب التي والمنظمات والنقابات التي تضم هذا المنتدى موريتانية، ولها الحق في أن تشارك، ولها الحق في أن تنتخب وتنتخب. وأمام هذه الوضعية التنازلات التي قام بها رئيس الجمهورية تخدم الوحدة الوطنية، وتخدم الشعب الموريتاني، وتخدم مستقبل البلد، وتخدم الأجيال الصاعدة، وتخدم المنتدى، وتخدم الأغلبية. ونحن نهنئه على هذه الخطوات الجسيمة، كما نطلب أيضا من المعارضة أن تنزل على مستوى الحوار. فالمحاورين لا بد لكلاهما أن يتنازل، وأن من أجل أن يتم التلاقي على المصلحة العامة للبلد، والمصلحة العامة للبلد تستوجب إلزاما انتخابات نيابية وانتخابات بلدية، وتغيير اللجنة المستقلة للانتخابات، وتغيير المجلس الدستوري أنا معهم، وتغيير الحالة المدنية، مدير الحالة المدنية. هذه الشروط إذا توفرت فإن أي
مواطن أفرزه هذا الانتخاب يمكنه أن يعتزل بأنه نائب للشعب الموريتاني عن الشعب الموريتاني، وأن هذه اللجنة قامت بدورها، وأن ذلك المجلس الدستوري قام بدوره، فأهلا بهم وسهلا بهم وسينسونا في المسرحيات التي سبقت. جميل. إذا ما دمتم عدتم بالذاكرة إلى الوراء في عن الانتخابات النيابية والبلدية التي كنتم مرشحين لها، أنتم أثرتم حينذاك جدلا كبيرا عندما اخترتم شعار الإبريق في الانتخابات البلدية والتشريعية الماضية. ما سبب هذا الاختيار أولا، وخاصة إذا علمنا أنه كان شعار حزب الصواب، وكذلك بما تردون على أولئك الذين قالوا أنكم ما اخترتم هذا الشعار إلا لمغالطة الناس؟ لا، الحق يعلو ولا يعلى عليه، وقيل فاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن قضية الإبريق احنا كشعار اخترناه 6 أشهر قبل الانتخابات، وطرحنا رسالتنا، اطرحناها امام اللجنة المستقلة للانتخابات، اطرحناها يوم 6 مارس 2013. هذه الرسالة الموجهة لرئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، وهذا لا ديشارج، هذه الورقة اللي استلمتها بها اللجنة المستقلة للانتخابات. إذا احنا كنا سابقهم بس بعد 10 والله ثمانية. وتحيرت عندما شاهد زميلي رئيس حزب الصواب يعقد المؤتمرات الصحفية والسماء تسقط والأرض تتزلزل والجبال تتحرك على قضية تافهة الشعار اختير من قبل حزب آخر قابلك بعدة أشهر، تقول إن الدولة سلطتنا عليه من أجل أن نأخذ أو نختلس شعاره، يعني بغية إسقاطه في الانتخابات. أنا أريد أن أنير الرأي العام الوطني على أن نحن لسنا بحاجة إلى شعبية الصواب إن كانت له شعبية، لأن حزب الصواب نحن نعرف الظروف التي رخص فيها هذا الحزب. هذا الحزب ده ورخص في مرحلة معينة عن طريق أجهزة اللمن، وقال نحن نتابعين اللمن وأننا رسلنا لمن إليه فإياك أن نقبل أصوات. ذيك الساعة احنا نشارع مع وزارة الداخلية وحاكمة ضدنا المحكمة العليا وما بيتعطينا ترخيص له. الصواب ذيك الساعة مرخصه مدير بد، والشيخ والحنان راوي صنف لي. و2006 إلى وعدت الانتخابات الشفافة للتراب الوطني وحاضرين لهذا اللي قالوا المراقبين الدوليين والعربيين والأفارقة والنصارى وكان الناس كاملة. والصواب أنا ذا كان معاه محمد جحطي والبريد الليل ومهمد والأحمد والدفاري والشين والشيخ والحرمة والسماعي والعمر، والقائمة تطول من الذين أسسوا الصواب لم يستطيع الحصول على نائب واحد. بعد أن انسحب الكل يقول عبد السلام أننا أخذنا بعض إذا هذه الاتهامات. لا 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 لا، أنا الصنقول أعلن الصواب قبلنا مع الأسف. إحنا كنا لا نطلعوا فعلا، يقال قبل خلقنا من سيدي بابي، لا وجود له سيدي بابي. وهم يقولون لكم وهم يقولون لكم وهم الرئيس السلكو وهم يقولون لكم انتم وهم اللي قبضوا شعبيتهم. ما عندهم سبه واحده ولا قطعه. شفت الانتخابات قادمه ونحن باقون على شعارنا، وهو الابريق باقون عليه. وقد نقول ولا ذاك اللي قال اصلا، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بيجي بعد احنا بعد ما يقدر حد يقول لنا لين عدلوا الاصوات قد ان شاء الله والانتخابات الجايه. يا غير على كل حال هذا قاعد يتغير مع المستوى. ما كنا نبقى نوصل الى هنا، لكن لين بدنا نوصل الى هنا لابد ان نبين الامور، والامور لا يبينوها الا لا من زاويه نقديه، ما هو من زاويه تصفيه حسابات، لا من زاويه طيب. تبيان الصالح من الطالح والجيد من الرديء. طيب هنا فقط اعطيني قوس، وهو هل حقا لم تكن الدولة أو السلطات الأمنية من أرسلتكم إلى صواب كما يتهمونكم أنتم بذلك؟ هم حزب أمني قلنا لك، هم مرخصهم حنا لا تجوين شفدة تماشر.
احنا حزبنا دخلنا صراع مع وزارة الداخلية قدام المحكمة العليا وعقبنا طيحنا بالاعتصامات قدام رئاسة الجمهورية وقدام وزارة الداخلية. وزير الداخلية 2007 هرب من وزارة الداخلية بيدي احنا دخلنا لهم 750 من الرجال. سمعت وكنا نقولوها حزبنا والكل لنا ونحن فيه صائبون اما اعتصام ها هنا او اعتصام في السجون. وخذنا حزبنا بالنضال مو حزب يعرف الطريقة اللي اخذوه فيه. ما نختار نرجع للامور اللي هي لعلنا نوخش من الامور اللي ما هي الله قال. احنا نبغى ان ناخذ منكم امور واضحه. على كل حال انا قلت الحقيقه والحقيقه فقط. لكني ما نسمح ابدا لرئيس حزب سياسي اللي كان امين عام واللي كان مسؤول في حزب معين ما قاد لي فيش. يا قال رئيس حزب سياسي يطلع 7 مرات على الكرينو ويسبنا بانك انا قاعده شعبيه من خيالات ما هي خارقه. هذا بالحقيقه انا نتحير منه. هو طيب لهي نقفل ذا الموضوع يقارب ذا السؤال التالي عن ذاك. ليش انتم ما قمتوا بنفس المؤتمرات اللي قاموا به هل الصواب ذيك الساعة؟ لا هو طبيعي لأن احنا كلنا كان عنده وقت مجاني وما كانوا يتكلموا في وقتهم المجاني واحنا نتكلموا في وقت المجاني وبينا البرهنة ولين اتصلت علينا اللجنة المستقلة للانتخابات جبنا لها ملف متكامل ولين خرصوا اين تطرحوا هما وخرصوا اين تطرحنا عنه ومن سابين استشهر لسبع طبيعي لان احنا هم اللي تضررنا في اخر المطاف واحنا ما لنا قابلين على ان نخسروا انتخابات كامله على شعوذه معدله اللي اغراضي في نفسي يعقوب انا ماني عارف ايش. طيب هذا كان عن الانتخابات البلديه والتشريعيه والمحور السياسي الموريتاني. هناك كذلك سؤال يطرحه الكثيرون من المشاهدين الكرام على حزب الديمقراطي الاشتراكي. هذا الحزب لديه انتماءات أخرى خارج البلد خارج موريتانيا، حدثنا عن هذه الانتماءات وكذلك الامتدادات والجذور التي تستقون منها حزبكم. هو طبيعي لأن أي حزب له حلفاء داخل البلد كما له حلفاء خارج البلد. طبيعي لأن احنا ما لنا مقطوعين من جدر هكذا، احنا ما لنا فوق المريخ، احنا لدينا علاقات مع أمتنا العربية والإسلامية ونتابع عن كذب وبتأني وبطريقة متأنية ما يجري في بلداننا العربية وما يجري في بلدان أيضا التي تقاوم بلداننا العربية. سمعت ونعدل من هذا قدر من المتابعات ولدينا أصدقاء ولدينا أعداء. أصدقائنا هو محور المقاومة ومحور المقاومة هذا هو إيران وحزب الله وسوريا وأنصار الله. هذا أصدقائنا اللي دافعوا عن الأمة العربية ودايرين رؤوسهم على المحور الأمامي. سمعت لا يخافون العدو ولا يهابون الموت ورافدين شعار التحرير والشعار الحرية ولا متابعين الأمري ولا متابعين إسرائيل ولا متابعين بريطانيا ولا متابعين فرنسا. طيب أعطيني قوس سابق تقيسوا إيران وقيسوا سوريا وقيسوا حزب الله، ما لكم ما تعدلوا تحالفات مع ذو الدول اللي حذانا القريبة من موريتانيا دول الجوار؟ لا دول الجوار احنا هم اللي فيه 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 دول الجوار اللي تعود دول الجوار من زر محور المقاومة طبعا احنا معاها وداعمينها، وين تعود دول الجوار ما هي مع محور المقاومة احنا من الدين بيها وشايج بينها. هذا معروف هذا. طيب يقول الكثيرون انكم عميل ولستم إلا صنيعة إيران وسوريا ليس أكثر، لا بما تردون على هؤلاء؟ لا 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 لا, لا. أنت تعرف أضحكتني قليلا، أنت تعرف شر البلية ما يضحك حق بعد. أنت تعرف أني هبطت بي الطائرة في مطار دمشق الدولي تحت القذائف ذاهبا لأمثل الشعب الموريتاني ما مشى يمثله، لكن قبلت مبادرة على أن الشعب الموريتاني يقف إلى جانب بشار الأسد في هذه المحنة. ويمكن أن نعت لك صورة تذكارية مع القائد. طيب صورة تذكارية مع القائد الهمام بشار الأسد ونقول لك على اني ندور نعت لك العقب صورة تذكارية مع المجاهد والشريف العظيم عبد الملك بدر الدين الحوت.
وش ان شاء الله نعت لك صوره ايضا كذلك. احنا زملائنا المحور المقاومه مثلنا، احنا نوقف الى جانبه. احنا لسنا السعوديه ولسنا قطر، لسنا دول الخليج التي تتآمر تعطي نفطها ومالها وارضها من اجل مقاومه نصر الله. هذا اتهام خطير. طبعا وليس بخاطر، هو واقع. هو هناك فرق بين ما هو كائن وما ينبغي ان يكون. انت تعرف على ان القوات الامريكيه موجوده على ارض 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 ارض, أرض قطر، صح؟ وانت تعرف جيدا على ان القوات الامريكيه والبريطانيه موجوده على ارض السعوديه، وانت تعرف جيدا ان هذه الدول هي التي اصدرت مشروع فاضح بالامس الى مجلس الامن من اجل ادانه واخراج حركه انصار الله من اليمن. صلاه تتلي توفق يعني جابر الذي قالوا شرائح فصائل اليمن. طيب القضيه اليمنيه ساعود اليها، والصهيونيه الامريكيه والتوسعيه. القضيه اليمنيه ساعود اليها، القضيه اليمنيه ساعود اليها بتفصيل اكثر. ولكن انتم اتهمتم دول الخليج بأنها صنيعة لأمريكا وكذلك لوجود القوات الأمريكية هناك، ولكنها تحالفات كما تحالفتم أنتم مع إيران وكما تحالفت إيران مع سوريا. ألا تدعوا لهم هم كذلك حريتهم في التحالف؟ لا لا لا، هو أولا لا يقول لك مثل أنت صحفي مهم، ولا يقول لك لن يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللشيء من الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. اللي نعود ما فيه وجه الشبه لا تشبه به، اللي وما فيه وجه الشبه. نحن احزاب سياسيه، مشاريع وطنيه، اليوم نخوض السياسه الى جانب من زاويه الاغلبيه، غدا يمكن نخوضها من زاويه المعارضه. لنا حلفاء في الداخل ولنا حلفاء في الخارج، وهذا طبيعي. الاحزاب السياسيه اللي هي المشاريع الوطنيه تعمل هكذا تعمل. هذه دول وينبغي ان تكون لديها سياده. احنا الين تقبل الجزائر او السنغال وتطرح القواعد الاجنبيه على اراضيها اصبحت سيادتها منقوصه، سيما اذا استخدمت هذه القوات وهذا الغرب وهذا المشروع الصهيوني الامريكي من اجل زعزعه امن البلدان العربيه. ولكن كانت هناك تحالفات كانت هناك تحالفات بين امريكا وسوريا منذ زمن قديم، ولكن هذه التحالفات سقطت لتبدل المصالح، لأن المصالح تتصالح، أليس كذلك؟ لم تعرف سوريا قط مرة واحدة في تاريخها منذ أن كانت تسمى جليقة قبل 7000 سنة، لم تعرف سوريا مرة واحدة وجود قواعد أمريكية على الأرض. صح، ولكن هناك تحالفات. هناك تحالفات بيننا نحن وبين أمريكا، وبيننا نحن وبين إسرائيل، حتى أتى الرئيس عبد العزيز فطردهم بين طرفة عين وانتباهتها، طرد السفارة الإسرائيلية وذهبت تبحر في هذه المحيطات. طبيعي، هذا بالأمس. لكن العصر اليوم الأمور تتطلب شيء آخر، تتطلب أن فيه مشروع خطير غربي صهيوني أمريكي يستهدف الأمة برمتها العربية منها والإسلامية منها. ولا تنسى مقولة كوندوليزا رايس 2006، سنجزئ الوطن العربي إلى جزيئات فتان. هذا خدمة لمن؟ خدمة للكيان الصهيوني البغير. إذا هذا مشروع شرق أوسط جديد. إذا ألقينا نظرة إلى الخلف، القائد والمفكر معمر القذافي الذي كان بجانبنا والذي نزل على أرضنا واستقبلناه في قصرنا ودعمنا وصليتم وراءه، صلينا وراءه ونعتبرها صلاة شريفة. اسمعني، انت تعرف الطريقه التي قتل بها، ترى ما قتلوا دول الخليج بالتامر مع فرنسا وبالتامر مع الولايات المتحده الامريكيه. اذا صدام حسين كيف قتل؟ رغم ان زملائه او الذين يعتنقون ذلك المذهب يقومون ببعض المبادرات وبعض التحركات دون ان يسموا للازمه الواقعه في سوريا ولا تلك التي وقعت في ليبيا ولا الموجوده في اليمن. جميل، نعود إلى القضية اليمنية. ما مستوى دعمكم للحوثيين في اليمن؟ وكذلك ما رأيكم في الطريقة التي أخذ بها الحوثيون الحكم في اليمن؟ اسمعني، تاريخ حركة أنصار الله الحوثيين
حركة وطنية يمنية هدفها الأساسي هو الدفاع عن الحوزة الترابية اليمنية والسيادة الوطنية بغض النظر عن الدولة التي كانت في أحضان المملكة العربية السعودية وقطر. إذا كانوا واقفين وقفة رجل واحد ضد ما يسمى بالقاعدة وما يسمى بدول الجوار الذين يحاولون دوما ودواما بأن يضربوا الوحدة الوطنية لليمن. وهكذا دعوا على هذه العمليات عندما رأوا أن السيدة بلغ الذباب كان لا بد من التدخل وتدخلوا. لكن انظر إلى اللجان الثورية التي تؤسست أخيرا. يقول لي واحد حوزي موجود على رأس لجنة يمنية؟ أبدا. الآخرين هم الذين يقودون هذه اللجان، ولكن هم الذين يقودونها خفية. وغدا سترى عندما تنتهي المرحلة الانتقالية في اليمن ستكون هناك انتخابات نيابية وبلدية ورئاسية شفافة، وسيرجع الحوثيون إلى الحدود مع المملكة العربية السعودية ومع قطر تجنبا لأي تدخل من صناعة أمريكا وإسرائيل. طيب، السؤال الذي يطرح نفسه هنا أيضا ما دمنا نتحدث عن القضية اليمنية، أنتم ترون أن أولئك الذين كانوا في الحكومة اليمنية كانوا صنيعة أو هم في حضن السعودية، الآن عندما يأتي الحوثيون ويأخذون الحكم هكذا في اليمن وكذلك يأخذون الرئيس ويضعونه تحت قيد المراقبة وكل هذه الأشياء، أليس من الحكمة أن يتفاهموا وأن يتفاوضوا مع الرئيس الذي كان هناك وهو عبد ربه وكذلك الآخرون كانوا الموجودين هناك حتى لا يهدروا دم الآخرين؟ لا، عبد ربه منصور هادي استقال. عبد ربه منصور هادي باستقالته خدع اليمن. اليمن موجود على كف إفريت آنذاك. استقالة عبد ربه منصور هادي عبارة عن تعالوا هيا إلى الحرب الأهلية. هذا هو ما فعله عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة. كان من اللازم أن يتم توقيفهم أريد ما ترتب الأوراق، هم سيطلق سراحهم غدا أو بعد غد. لكن الاستراتيجية العامة على مستوى اليمن تستوجب أن يوقفوا ريثما ترتب الأمور اللجان الثورية واللجان العليا، وإضافة إلى ذلك إلى هذا وذاك رأيت القرار، مشروع القرار الذي طرح تحت البند السابع من أجل تدخل الأمم المتحدة ضد الحوثيين. صح، هذه أكبر جريمة قد شهدتها الأمة العربية بعد استشهاد القذافي واستشهاد صدام حسين والحرب المشنونة على سوريا. هذا عن اليمن. نعود قليلا إلى بلادنا وإلى أرض الوطن. ماذا عن حزب الاشتراك الديمقراطي في موريتانيا؟ ما المشروع الذي تقدمونه للرأي العام الموريتاني؟ لا، هو حزب اشتراكي اسمه يعطيك فحوى. الأحزاب الاشتراكية هي أحزاب مشروعات وطنية ميالة إلى ما هو فقير، مسكين، عمال، نقابات، منظمات إلى آخر ذلك. إذن هو حزب من رحم هذا البلد الذي طبعا يضم الكثير من الأحزاب والكثير من المنظمات. نحن دعمنا بحزبنا الاشتراكي هذا مشروع برنامج الرئيس محمد بن عبد العزيز عندما رأينا فيه أنه بدأ يستمع للناس البائسين وتأوهات المحرومين، بدأ يقف على الأكواخ، بدأ يخطط للمساكين واللاجئين، بدأ يمد يده لذلك وهذا. هذا البرنامج برنامج يساري، وطبيعي أن نحن ندعم للبرنامج اليساري بعد أن كان البلد ثرواته تتقسم بين 5 رجال أعمال، والغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرا والهوة تتسع بين ذاك وهذا. عندما رأينا هذا رأينا أن هذا البرنامج هو يحظى باهتمامنا واحترامنا، وإذن لابد أن ندعمه داعمنا. جميل، وما زلتم تدعمونه إلى الآن؟ رئيس طبعا الجمهورية. احنا ندعم برنامج رئيس الجمهورية لكن لا أكثر، لا أكثر. لا ندعم أولئك من يسمون أنفسهم برلمان لأننا لم نعترف بهم يوما واحد برلمان، ولم نعترف يوما واحد بعمدة.
لأنها انتخابات بنيت على باطل، وما بني على باطل فهو باطل طبعا. إذا نحن ندعم الرئيس محمد بن عبد العزيز وندعم برنامج الرئيس محمد بن عبد العزيز، ولكن لا وها هو ولله الحمد تبين له أن إشراك الجميع ضرورة وطنية وأن الشفافية في جميع الأمور، وخدعوه، خدعت مجموعة كانت تتكلم هنا وتتكلم هناك وتلوح بأن الذي أكل شيء، لكن في آخر المطاف كان ذلك كذب. نحن ندعم فعلا الرئيس محمد بن عبد العزيز، ندعم برنامج محمد بن عبد العزيز، لكن لا ندعم تلك أحزاب الأغلبية التي الأغلبية أيضا هي بحاجة إلى حوار. إذا كان هناك حوار يدور الآن بين الأغلبية والمعارضة، فالأغلبية أيضا هي بدورها بحاجة إلى حوار. إذن هذا نفهم من حديثك أن الأغلبية كذلك هي منقسمة ومنشقة على نفسها. لا، هي جميعا هي متفقة على برنامج محمد بن عبد العزيز، ولكن تختلف برنامج محمد بن عبد العزيز، لكن هناك 5 أحزاب أو 6 أحزاب ينسقون يغردون خارج السرب ويقولون ما يظهر لهم، وباقي الأحزاب إذا حضرت لا تستشار وإذا غابت لا تنتظر. من هي هذه الأحزاب؟ 68 حزب. يمكن أن تعطينا أمثلة على ذلك؟ 68 من بينها الحزب الديمقراطي الاشتراكي حزبنا. تغردون خارج السرب؟ طبعا، إذا كانت الأغلبية، إذا كان مكتب الأغلبية لم ينتخب، إذا كان هناك اجتماعات الأغلبية ما يستدعى جميع أحزاب الأغلبية، فكيف يمكنك أن تتكلم الأغلبية متماسكة منسقة فيما بينها البعض بالبعض؟ الرئيس ربما هذا ما هو عالم بيقع، ليس على علم ما يجري اليوم على مستوى أغلبيته. ونحن في مرحلة ما وقبل 2 سنين قمنا بتشكيل ما يسمى باتحاد قوى الأغلبية، جلنا جنونهم، لأننا بدنا نبين الصالح من الطالح والجيد من الرديء من هذه الأغلبية، لأن هدفنا هو نجاح هذا الرئيس وهذا مشروع الرئيس، مشروع هذا المترشح، لكنهم رفضوا. فهؤلاء قال بالفرنسية سيدينو يعدوا شيء قالوا لنوماديسم بوليتيك، هذه الجماعة كان راك اللي طلعت فيها في ليبير جاية من شو ليبيردس زمن معاوية، وهي اللي عدلت عادل، وهي اللي رحلت وجات يامسهم. اسمع، الترحال السياسي، هذا الترحال السياسي طبيعي، هذا هي نفس المجموعة، هي تتقاتل وتتآكل على مصالح ضيقة أنانية لا علاقة لها بمصلحة الشعب والأمة ومصلحة موريتانيا. هذه حقائق. رئيس الجمهورية لم تصله هذه الحقائق؟ لا أعرف، ربما وصلته، وإن كانت لم تصله فهو يستمع إلي. هذه حقائق معيشة على أرض الواقع، وسنرى غدا بعد الانتخابات المقبلة البلدية والنيابية، فالمفاجأة ستكون أعظم. كررتم كثيرا الانتخابات البلدية والتشريعية القادمة وكأنكم تراهنون على نجاح هذا الحوار. أنا متأكد لأن المصلحة العامة للبلد أسمى وأكبر وأعلى من كل مصلحة فردية أناني، وأنا جازم بأن الإخوة في المنتدى بمعرفتي لمستوى مسؤوليتهم ورئيس الجمهورية برؤيته الثاقبة، أنا متأكد بأنهم سيوصلون هذا الحوار إلى نتائج إلى انتخابات نيابية وبلدية. جميل، هذا عن الحوار، ولكن هناك سؤال كذلك داخل هذا الحوار وهو عن الدستور. أنتم مع الذين يقولون أن يغير الدستور، أو أنتم بالنسبة لكم في حزب الديمقراطي الاشتراكي الدستور خط أحمر؟ لا، أنا بالنسبة لي إذا كانت هناك ضرورة ولا وكل شيء لا بد له من الإجماع الوطني. غدا سيلتقون أو بعد غد سيلتقي الفرقاء الحوار على طاولة المفاوضات، وإذا قرروا أن تعدل بعض المواد الدستورية فلا بأس، تطرح على الشعب، تطرح على الاستفتاء ولا بأس. وأيضا وإذا اعترض أحد الأطراف أو اعترض بعض الأطراف أيضا ما يمكنه أن يعكر صفو الحوار والمفاوضات ينبغي أن يجنب. جميل، لمس الدستور، ونحن نعيش في منطقة
قريبة منا. رأينا بالأمس بلايز كومباوري عندما أراد أن يلمس الدستور الذي حدث له، وكذلك رأينا رئيس الكونغو الديمقراطية وهو كابيلا عندما كان يريد كذلك أن يلمس الدستور والذي حدث له. ألا تخافون على موريتانيا عندما يلمس هذا الدستور أن يحدث بها ما حدث في هذه المناطق؟ لا تراهن على الخارج، شفت ما في وجه شبه بين نحن ولا بليز ولا بين نحن ولا كابيلا. كابيلا لا 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 لا، نحن بحكم الله وبفضله وبقوة الله نحن لدينا قوات مسلحة على المستوى المطلوب، ولديها قدرات أيضا قدرات رفيعة، ولديها تماسك مهم للغاية، وهي هي حامية الدستور. رئيس الجمهورية في الدستور، في رئيس الجمهورية هو حامي الدستور عن طريق القوات المسلحة. القوات المسلحة قوات موجودة ولا تدخل في أمور مطبات السياسة، النقاط العليا والأخرى السفلى. لا، نحن لدينا قوات، ولا يمكن أبدا بحال من الأحوال، ولا يمكن حد أن يراهن عليه، لن يخلق قواتنا المسلحة شيء من هذا القبيل ما وقع هناك. أنتم لا تراهنون على ذلك؟ أبدا أبدا، لن يقع شيء هنا، لأن مجموعة الضباط خيرة أولا على مستوى العسكر، والولاء لا مشروط، ورئيس الجمهورية هو أيضا ضابط سابق من القوات المسلحة، ونحن متأكدون أن هذه الأمور لا ينبغي أن تناقش على الشاشة، بل ينبغي، لكن اطمئنك بوصفك مدني وبوصفكم عسكري، لن الحوزة الترابية والسيادة الوطنية ستبقى مصانة، والوحدة الوطنية ستبقى مدافعة عنها، والقوات المسلحة ستبقى في الأمام مدافعة عن بلدها هكذا، والأحزاب السياسية أيضا ستجد ما يشغلها من حملات وانتخابات وبرلمانيين وإلى آخر ذلك، وهذا ما يشغل الأحزاب السياسية. هذا ما يشغلنا طبعا، ما يشغلكم. طيب، ما دمتم تحدثتم عن هذه المرحلة، وهي مرحلة أن الذي يحدث في الدول الخارج لا ينبغي أن نستنسخه في موريتانيا، طيب أنتم في موريتانيا وفي حزب الاتحاد، في حزب الديمقراطي الاشتراكي، ما رأيكم في تمديد فترة رئاسة الجمهورية؟ يعني من 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 مأموريتين إلى أكثر، من مأموريتين إلى أكثر، من مأموريتين إلى أكثر، أو مأمورية واحدة من 5 سنوات إلى 7 سنوات، بينا تشتد ضعك. إيه لا، شفت كل ما هو في الدستور، نحن لا نستبق الحوار الوطني ولا نشوش على مجريات الأحداث، مجريات الحوار. نحن نترك للوقت أن يجيب على سؤالكم. إذا تقرر أن تكون المأموريات أكثر من 4، وإذا تقرر أن تكون المأمورية 1، فهذه نتيجة لا ينبغي لنا أن نستبق الأحداث. يعني فرقاء الحوار الذين سيجلسون بين الهنينة والأخرى. جميل. إذا الرئيس سلكو واللربان، كلمتك الأخيرة لأن الوقت أصبح يداهمنا. أنا نختار نقول أعلن بلاء هذه الأمة، الأمة كاملة بلاء، يكمن وذلهم قالوا الوهابيين، وذلهم قالوا الإخوان المسلمين، وذلهم قالوا القائد. ونختار نقول أعلن الأمة مستهدفة من قبل مشروع صهيوني أمريكي خطير فتاك، يريد أن يقسم موريتانيا إلى 3 دول، يريد أن يقسم الجزائر إلى 30 دولة، يريد أن يقسم اليمن إلى دولة صغيرة. هذه هي أعداء الأمة، ويجب علينا أن نربي أبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا على يعني استشراف الخطر، وعلى جعله بين أعيننا، وأن يعني نقوم بما يمكن القيام به من التعبئة الجماهيرية والتعبئة الميدانية لئلا يستشري هذا السرطان التسللي داخل الجسم الموريتاني الموحد وداخل الأمة العربية والإسلامية. الجسم الموريتاني الموحد، هذا سؤال دخيل، ولكنه كذلك كان علي أن أطرحه عليكم. ماذا عن الوحدة الوطنية؟ لم تحدثوني عن الوحدة الوطنية الموريتانية. لا، أنا وكثر الحديث عنه في الآونة الأخيرة. لا، الوحدة هم لا يقول لك شيء، لا يقول لك شيء مهم للغاية. تفضل.
في الآونة الأخيرة انبثقت بعض المفاهيم التي لا تليق بأرض المنارة والرباط، ولا تليق ببلاد شقيط، ولا تليق بهذه البلاد التي انطلقت من الفتوحات الإسلامية. هذه المفاهيم الساقطة اللي لا أساس لها من الصحة، والتي لا تخدم سوى التشرذم والإقسام والفتنة والمواجهة. ما هي هذه مثل المعلم، مثل شريحة المعلمين، شريحة العبيد، شريحة الحراطين، شريحة حتى تفاجأت مرة عندما تابعت في قناة شنقيط واحد يقول أنا ميتيس، أنا نصفي موريتاني ونصفي غربي، إذا نحن مجموعة عندنا حجم مهم ويجب علينا أن نطاولنا حقوقنا من الدولة الموريتانية. إذا هذه بوادر خطيرة للغاية وفيروسات متسللة داخل الجيش الموريتاني. أنا اعتباري ويقيني أن الشعب الموريتاني هو مثل سواد العين وبياضها، لا يمكن لسواد العين أن يستغني عن البياض، كما أن البياض لا يمكنه أن يستغني عن السواد، ويجب علينا جميعا عربا بولار سونيكي وولوف جميع شرائح مجتمعنا أن تتحد وتقف وقفة رجل واحد، سمعت، لأن المرحلة مرحلة تحدي ومرحلة خطيرة للغاية، ولا ينبغي أن السمو الجارفة أن نتمس ولا تصدع وحدتنا الوطنية. جميل، إذا أخذ منك هذه الكلمة، الرئيس يسلكو ولا ربان، رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفا عزيزا علينا هنا في قناة شنقيط وفي هذا البرنامج لقاء خاص، إلى الملتقى إن شاء الله. شكرا. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لكم أنتم أيضا على حسن المتابعة، هذه تحياتي أنا محمود جبريل، إلى لقاء آخر خاص، في أمان الله.